اليوم نهار الثاني باش الحكومة الإسبانية سمحت للناس يخرجوا بعد ما تقريبا دوزنا أكثر من شهرين في الحجر الصحي، وعلى ما يبدو بأن الناس يعني تشجعات شي شوية بدأت تخرج. تخرج من المنازل ديالها، طبعا دايما تحت الحظر، تحت مراقبة السلطات، مع كمامات مثلا ضروري أي واحد ما تيستعملهاش إلا كي إلا كيترفض عليه عقوبة. لذلك خص تكون دايما حاملة معاك في هذا الوقت. بدينا كنشوفوا يعني بعض التخفيفات ديال الحجر الصحي، الحكومة كتخفف شي شوية، الشروطات اللي كانت رغمها على المواطنين الإسبانية. مثلا الآن أصبح ممكن بعض المناطق يمشيوا للشواطئ، فقط مثلا ما مسموحش لهم يعوموا، يعني غير يتشمشوا شي شويه، وعلى حسب التوقيت، يعني واحد التوقيت معين يمكن لك تمشي للشاطئ، ومن بعد يعني فقط من اجل باش تشمش شي شويه وتلقش ليك في الرمل. ما العمال مازال ما مسمحش، العمال مازال انا مازال خايفين من العدوى ديال هاد الوباء. ده دليل على ان الحمد لله الامور بدات تتخفف، الوباء بدات يخفف، تنسحب شويه بشويه. الناس طبعا ما تكونش زربانة بزاف، يعني فقط انتظروا مزيد شوية، بما انهم تسناو شهرين فلا بأس يزيدوا واحد المدة شوية على ما يتأكدوا من انسحاب هذا المرض. الاحتياط ضروري، أهم شيء هو الاحتياط، الإنسان ما يكونش متسرع أنه يعني يخدم الزربة، ما تقول مثلا الزربو ماتو، الإنسان ما عندوش يبقى يتسرع في القرارات ديالو في أي مجال. حتى نفسه سو حتى يفكر مزيان، لأن يعني الأمر يتعلق بالصحة، الصحة ما ماشي شي حاجة اللي نقدروا نلعبوا بها، لأن إذا خطاتك الصحة مشات كل شيء. فعلا ده مكان مخصص للأطفال والجميع اللي بغى يلعب شوية، كاين البين بون، كرة السلة، هذا الفضاء الجميل مخصص له أماكن في اللعب. ولكن لحد الساعة باقي ما مستعملش، ما مسموحش أنه يستعملوه نظرا للاحتياط من العدوى. مازال ما مسموحش ان الناس يستعملوا هاد الملاهي اللي كاينه هنايا، بحال مثلا هاد
كرة الطاولة ها انتما كنشاهدوا بان الشريط لان دايرين على الشريط باش ما يقيسها حتى شي واحد. هذا مكان مخصص للجميع يعني اللي عنده شي هواية يبغى يستعملها هنا تيجي لهذا المكان وكيقضي الاوقات ديالو بكل هدوء بكل اطمئنان. هذا هو الهدف ان هو الانسان يدوي الحياة ديالو بواحد طريقة سالمة يعني بعد ما الانسان كيخدم وكيتكرفاس وكيرهق فمن حقهم في الراحة توفر له جميع الشروط يعني ماشي من العمل للمشاكل مشاكل الدار مشاكل ديال المجتمع اللي كيخلقو. هذا خصنا لهذا ان